اهلا ومرحبا بكم متابعي مشاهدي قناه شوف تي في. معنا في هذا البث المباشر الصباحي من السوق حتى تروى اليوم عام الدجاج. والدجاج اللي عرفنا على راسو وعلى الثمن مجموعه من الاسئله. سير اخي. السلام عليكم الخوت، كيصافي مزيان خوتي؟ سميتي عبد المنتصر من مدينه توزن جماعه صغيره اقليم تروان. وتي اليوم الحد تروان ان شاء الله السوق، انتم كتشوفوا السوق شويه ما مالوش، السوق مزيوان الحمد لله. ها هو كاين شويه ديال الغلا بزاف. كيداير الثمن؟ الثمن شويه مقصح على الدرويش في اي حاجه. الدجاج دابا اليوم 20 درهم. 20 درهم الكيلو. 20 درهم الكيلو. والله 20 درهم دابا راه قاصح على المواطن. وفي هذا الوقت هذا يعني الوقت ديال المدرسه مع راس السنه مع هذه بنادم كيتقصح شويه، هو اللي عنده الدريوريين وهذه الله يحسن العوان. بنادم راه. شريوا عاود انتم البيع وشريوا دابا اليوم وصل علينا ب 350. 350 ريال والصاير ديالو كيطيح ب 60. نعم. يعني جوج دراهم في الكيلو هي اللي كنديو. وكاين بعض الناس الله يسمح لنا منهم كيديروا الشغل بينو وبين، كيجيبوا مثلا سلعه ناقصه ولا سلعه عادي، هذاك ما كنحكموش عليهم، كل واحد والسلعه ديالو. اما السوق اللي وصل دابا 350 قنيطره سيدي قاسم سيدي سليمان الجور في اي بلاصه يسولوا ماشي مشكل، راه كاين الحمد لله المشاهدين بزاف. 20 درهم على المرض. 120 20 درهم. بما فيها ما تنقص، الثمن اللي عطى الله هو هذا. اخويا عبد الصمد مزيان. 20 درهم. غلا حبيبي الله يحسن العون، والله إلا كنقولوها حنا ب 20 درهم ما كنخرجوش، حنا ملي كنبيعوا دجاج ب 15 درهم 16 درهم كتبقى لنا واحد البركه. ملي كنبيعوا ب 20 درهم ما كيبقى لنا والو، راه الصراحة هاد الله. وبنادم ملي كتجي واحد جوج درهم زايدة 3 درهم كتجي قاصحة. حنا براسنا. واش غنقول لك؟ هاد السيمانة كاجت شوية بيني وبين. مثلا السواق كبارين شويه، اما السواق صغارين واه كنقضيو كنعديو وصافي. دابا الا كان رخام غيكون البيع والشراء وضروري بنادم يجي يساوي ما يديو، ماشي اجبار الغلا كيساوي ما يزيد بحالو. شحال ديال الناس دابا مثلا عندي السوق مزيان كنضرب 500 كيلو، ملي كيكون الغلا كنولي نضرب 200 كيلو 300 كيلو، هادشي اللي عطى الله. حنا كنبيعو ونشرو مع الرخا، ملي كيكون الرخا كنستافدو لا حنا لا المواطنين. ونطلبوا الله يرخصوا لنا هاد الدجاج، راه الدجاج دابا الحمد لله كان شويه الرخاء في العال في ديك التخربيع المعاونه ديال الدوله، يعني هاد الشيء ديال التجار الكبار هما اللي دايرين دابا الثمن هذا صراحه الله. يعني كاينين دابا اللي عندهم الفلاحه وهذه احنا عا كنشريو، ولكن اللي كيستافد بزاف دابا هما اللي الفلاحه اللي عندهم الفرن بزاف، هذيك راه خصهم يشوفوا معاهم شي حل الله يرحم الوالدين، حيت راه الدجاج 350 راه قاصح بزاف صراحه الله. احنا دابا على حساب الدرويش ما خصوش يفوت الدجاج 300 320 باش يكون الثمن مناسب. باش كلشي يتخضى الدجاج، الدجاج 20 درهم، كاين بلايص اخرين دابا لا فايت 20 درهم، مثلا بحال المدينه دابا كيقول لك 380 370، ولكن هذاك كيدير واحد الطريقه ديال البيع والشراء، كيحسبوا 5 درهم حتى 3 درهم التريش، حنا ما كنحسبوهاش، السواق كبارين دابا بحال هكا ديال العربيه ما كيحسبوش التريش، ماشي بحال المدينه ولا هذه، شحال من واحد كيقول لك انا كنت في القنيطره ولا كنت في السله ولا كنت في كازا، الدجاج عاد 370 360، هذاك راه كيحسبوا 3 درهم في الفروج ديال التريش، حنا ما كنحسبوهاش. شحال ديال الناس كيغلطوا مساكن كيقول لك انتم كتبيعوا الدجاج غالي. حنا راه ما كنبيعوا لا دجاج غالي لا والو، حنا كنقولوا للمواطن شحال خالص ويسول عادي خذ راحته. كيقول دابا الحمد لله كلشي قريب في هذا الوقت، كاين تليفون كاين نادم يعرف اي حاجه في المغرب كامل كاين الحمد لله ويسول. دجاج ب 20 درهم فيها 2 درهم فيها كلشي الحمد لله، فيها الصاير فيها هذه فيها هذه. الرساله ديالك انت الرساله نشوفوا لنا بزاف، شوف بزاف الحوايج وخصوصا هذا المال الدجاج، والله ما كرهت يديروا لنا شي بلايص نقيينها كيف عين درج، اكثريه في عين درج راه كنعانوا في عين درج. دابا الدجاج ما كيجمعوهمش في بلاصه واحده، كيفرشوا في الخضره في بلاصه الحوايج برا في الباب، هذا راه مشكل خصو الجماعه ديال عين دريج جماعه المجاره خصها تشوف لنا شي حل الله يرحم الوالدين، راه كنعانيو من في البلايص. كتلقى مثلا مو الدجاج في بلاصه الخضره، مو الدجاج في السوق برا، مو الدجاج في البلاصه الحوت، هذا راه مشكل كبير عندنا في مالي الدجاج كنعاني. الله يرحم الوالدين، هذا واحد المشكل بسيط ماشي شي مشكل كبير، ولكن نتمنى من المسؤولين عند الرجل يديروا لنا شي حل الله يرحم الوالدين. وهادشي اللي كاين، اما الغلا والله ما كرهنا يحيدوا لنا، والله الا كانت قهر بهذا الغلا. شحال دابا انت 300 كيلو ما باقي ما بعيناش منها حتى 100 كيلو ما فيها والو. يقبل قليل. ما كاينش 100 كيلو ما تصور لك حتى المازوت، المازوت 15 درهم، مش عاد تصور ما عندك ما تصور. دابا الله يرحمه. هذه المعاناة ديال الدجاج. صراحة يعني ملي كيكون الدجاج رخيص كنبيعوا واحد الكمية كبيرة، المواطن كياكل حنا كناكلوا شوية. نعم. أما كيكون الغلا راه سبحان الله كيتقصع كلشي فهمتي، واللي كيستافد بزاف هما اللي الفرم دابا. علاش هما اللي كيستافدوا كيقول لك الدجاج 16 درهم 16 درهم ونص في الكوري، وهذيك اللي كيجيبوا كيدي درهم ولا درهم ونص ديالو، يعني هو اللي كيستافد بزاف. أما حنا كنديو درهم 2 درهم راه معروف، من درهم حتى 2 درهم، أحد الأقصى الربح 2 درهم. يعني الشيء اللي عطى الله.
الله يعاونك. اللهم امين. الله يحفظك وشكرا للمشاهد. الله يحفظك اخويا. شكرا تبارك الله. جهه ديال وزن عند الريش ترواد زومي الارباع خمس مربيعه الحمد لله سبتي دار رضوان وكنسوق السوق الحمد لله. واه كنشتغل في هذه القطاعه هذه غادي كنكونوا ثلاثه اليوم كاينين عيش السوق شويه عيان كنكونوا ثلاثه كيكون معنا واحد هنا وكنكونوا جوج كنريجين شكر بالله يسخر لكم. اللهم امين اخويا. شكرا الله يحفظك انت على المباشر اللي غادي نحاولوا من خلال هذا البث المباشر نقربوا يعني ضروري المتابعين وحتى المسؤولين يعني اللي كاتب المكاتب ديالهم يديروا لنا شي على المراقبه حتى المراقبه راه كدير واحد الدور ما كيكون واحد المراقبه في الاسواق كيكون واحد شويه الثمن كيتعاود شويه ما كيبقاش هذا الثمن طالع بزاف دابا راه حسب خاص المراقبه ضروري واحد المره في الشهر ولا مره في الشهرين خصهم يدوروا هاد اصحاب المراقبه ما كيجيو ولكن مره ما كيجيوش دائما. نعم ما كرهناش يبقاو يدوروا واحد المره في الشهر يكونوا مرسمينها. نعم باش يراقبوا مال الدجاج يراقبوا كل شيء. الله يحفظك اخويا. الطالب يعني شاب اللي جا المراقبه انها تنزل الاسواق تشوف شنو كاين وتراقب الاثمنه الاسعار الجوده حيتاش كاين بعض الناس ما كيديروش الجوده ولكن ماشي كل شيء ما كنعممش ولكن الحمد لله كانت المراقبه حتى الدجاج كيتراقب. وكل شيء كيكون مناسب ونتمنى من الله يكون خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا سيدي السلام عليكم. شكرا. كنا مع واحد من التجار ديال المنطقه هنايا يعني بالسوق الاسبوعي هذا التروال اللي غادي نحاولوا من خلال هذا البث المباشر نقوم بواحد الجوله بالسوق الاسبوعي هنا التروال اللي نقربكم من مجموعه من الاثمنه السوق يعني كنا مع مول كنا بوشتي هذا مول الدجاج دابا نمشيو هذا معروف بالمنطقه ديال عند الريج جماعه صغيره بسكسيكو معروف بسكسيكو راجل طيب تنتعاملوا معاه هذا هنا السردين هنا السردين والسلطه ثمن مناسب ثمن مناسب والسردين مخيار والشرد هذا الثمن اليوم 260 250 240 افراد بلاتي باش هذا هو الاول السردين شحال صلاح داير 260 250 240 افرك وشرين هذا 360 340 مليح هادشي تبارك الله توا شي مزيان كي داير الحركه حركه مزيانه الحمد لله صافي صحه وسلامه ويرحمنا الله واش شي الهيدا بيد المجد هو دابا غير خطر يدك مخمر وهذا كيغلي علينا هذا كيخصنا نديرو معاه شي حاجه هنا هو هذا السيد هذا مطربش راجل مزيان هو تجيب لك السلعه تاع لهنا تجيب لك السلعه تاع لهنا ويحطها مع شي حل هذا ولكن شري مزيان ياك 10 هذا صاحب الجوده كيجيب الملح واللي بغى الشوايه موجوده انت حتى الشوايه السردي كلشي موجود كلشي هنا كلشي الحمد لله موجود مزيان بل الثمن اللي مصباح ناقص على السوق اللي فات ديال خوك الحاتي كانت كش جو خان ناقص كان جو فيه الشتا نعم كان فيه الريح نعم كان البحر طالع دابا البحر مزيان 10 دراهم 260 كاين الثمن ياك الثمن مزيان الثمن مناسب 10 دراهم 260 اللهم يسر الله يعاونكم اللهم السلعة مزيونة العريش اخويا واش العريش هذه ولا؟ لا العريش مازالها بالبشرة ديالها 10 دراهم شو اللي دايرة دابا السوق هذه هي الحرفة ديالها مثل البيع المهنة هي البيع والشراء بالحوت كيدير الحركات ديالها قضي الغرض وصافي نوبة الغلا نوبة الرخا يا والله اليوم شنو كاين الغلا ولا الرخا؟ اليوم الرخا اليوم راه رخا 10 دراهم تبارك الله الله يسر الله الله يسر الامور اشحال داير هذا الخير هذا من؟ الصديق المحترم السلطه 10 دراهم الوحده السردين 13 دراهم الشرين 18 دراهم شي حاجه مليحه كاين البوقه دايره 20 درهم الثمن اليوم الحمد لله مناسب السوق اللي دات كانت المبيطه كان الشغل قليل شويه كان الثمن دابا الثمن زوين
في المتناول المواطن دابا الثمن. الحركه اليوم لا الجو مزيان، الحركه مزيانه زوينه الحمد لله. لا زوينه، لا كان رواج الحمد لله، كان رواج. لا اليوم انا سما غير لك القضيه عيانه الزيتون هو هذا الماتش 6 دراهم، 6 دراهم اليوم، 6 دراهم هي اللي كاينه اليوم. ولكن الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الله يخليها الصحه. هذا اللي كاين صافي الحمد لله، خليها الصحه. يلا تحياتي تحياتي وتبارك الله عليك، الله يوفقك. مازلنا متابعي مشاهدي قناه شوف تيفي، نواصل معكم هذا البث المباشر هنا من الله يحفظك. كي داير الحاله؟ شفنا الله الحاله شويه وصافي يا خويا، رحنا معدين الوقت وصافي. هو معنا مباشره. الله يبارك فيك. صافي الحوت داير 260 ريال. 260 السردين ديال العريش الجوده كاينه، الجوده كاينه، شي حاجه مزيانه. كاين الشرد ديال العريش، كاين السردين، كتدخل السلعه ديال العريش، كتدخل ديال المهديه ديال الدار البيضاء السلعه. شي حاجه يعني بون فراكس، شي حاجه الجوده اللي مطلوبه عند جبالة هنا هي السردين ديال العريش، هي اللي مطلوبه عند جبالة. ماشي مفروقين يعني بالمذاق ديالهم، يعني السردين ديال العريش فيه شويه الدهنيات، لذيذ يعني بالفصحى العربيه، لذيذ لذيذ. شنو داير انت؟ المهنه ديالك هي التجاره؟ المهنه ديالي هي التجاره في الحوت. مع 1992 كنت باقي سنة. كنت ولد 11 سنه كنت في السوق. وهذه شحال اخويا، كان شويه الحركه مزيانه، كان الوقت مزيانه، كان الخير موجود. دابا شويه الغلا، البركه الله، البركه الله، وصافي دابا ما عاد ديال الوقت. شنو هي المعاناه ديال الحواسه في السواق الاسبوعيه؟ المعاناه ديال الحواسه هذا نفس في السواق، يعني شويه ديال النظافه ما كايناش، النظافه ما كايناش هنايا. يعني خص واحد الانسان يكون واحد الشطافي في الرحبه ديال الحوت في السوق، راك عار بلا ما نقول لك. نعم، ظروف صحيه مزيانه، ظروف صحيه مزيانه، كالمستهلك يتشجع، كالمستهلك يتشجع. والرحبه شويه ديال خصك شي باطوار مغطي مزيان، ويكون يكون يعني في حاله جيده وصافي. نعم، وانا قلت يعني خصنا ولا لا لا خليه هو، لا 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 غير لا 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 يعني شي سقيفه اللي تكون مدربه. سير الله انت احنا معاك، وصلنا الرساله ديالك والمعاناه ديالكم كيف ما بغيتي، بكل حريه وبكل جراه. خذ راحتك، فين كاين المشكل؟ انت على المباشر عبر قناه الشعب، قناه شوف تيفي، اللي توصل عند الضعفاء وعند الدراويش فين ما كانوا. ونحاولوا نوصلوا الصوت ديالكم والمعاناه ديالكم وديك الشيء اللي كتعانيوا منه حتى انتم، يعني باش يعرف حتى المسؤولين الظروف اللي تشتغلوا فيها انتم. يعني الظروف صعيبه، ما كاينش فين تدرقوا ولا من الشتاء. خليه هو مشغول دابا، قال تيسالي. هادشي ملاه عندك يا معلم هادشي. اللهم لك الحمد، الحمد لله. السمك اليوم في المتناول، ثمن مزيان. المشكل اللي كان عاني منه في التروال هو المشكل ديال البلاصه، البلاصه ما كاينش التنظيم. ايوا عينا نهضروا. ولا جاك الغلا اليوم؟ لا الغلا في الحوت خصو يكون عندنا حنا ما يفوتش 1000 فرنك. لا الشرين ب 360، السردين 200، وانا الاكثريه عزيز عليا الشرين. ضروري تشري الشرين، ضروري الا كان مطري ضروري ندي الشرين. الشرين اللي تيخلي الناس ديال المنطقه الجباله ضروري خاصنا الشرين ولا السردين نهار السوق، ضروري هذه. واحد دابا كان اللحم غاليه ما نقدروش نشريو اللحم. نعم ايوا كنمشيو للسردين، كيجينا شويه عنده الدراري مسكين الله يحسن العوان، خصو يدي غير السردين، لا جاي يدي اللحم. اللحم كاينه 2000 1800 وما كيذبحوها الشرفه، تاع الخروف زين ولا خروفه زينه ما غصيباش. لو كان عارف راسك غادي اللحم صغيره تقدر تدي واخا نص كيلو ولا، ولكن انت تمشي تشري تدي شي نعجه شرفه ما طيب لك شي ولا غمارات ولا. باش نقول لك والحمد لله على الشتا اللي طانا الله، والله يجعل سيدي ربي يزيد كرمنا ويهدينا لطريق الخير. الزيتون ما مقدتش، كاين اللي يشري 120، كاين اللي يشري 130، و3 دقازات كان يشرب ب 150.
انت مساكنة اي انا من حدا تروال، انا خارج من تروال بواحد 8 الكيلومتر. بارك الله. اي وحنا ما كرهناش الملحه، ينقصوا لنا من الملحه. الملحه راه غاليه على الفلاح المتوسط. اي انا نحرث لانكري تاني كيجينا غالي، لانكري لما يفوت 5000 راه يجينا قاصح بزاف. ايوا خصنا ينقصوا لنا من الملحه ومن لانكري. والمواطن راه هنايا في البلاد ضعيف بزاف، راه حنا عندنا هنا البلاد ضعيفه بزاف اقصى درجه. كصيب مثلا واحد مزيان و30 ناقصه، وواحد مزيان و40 ناقصه. اي كنجيو للسوق درع من غادي تقضى الوليدات ضروري. اللهم امين الغزال، الله يعاون الوجهه المسؤولين في الحكومه. ايوا كنقول لهم حنوا في المواطن، المواطن مدي بالطحين حنوا فيه. انتم عندكم الطونوبيلات والبلاد وعندكم الفريم وعندكم طلوا في الناس اللي ما عندهم شي مساكن ما يصيبوش باش يعيشوا تا ولادهم. حنوا في المواطن، لان احنا ملي كيجي الانتخابات كيبقاو يقول لنا غادي نخدموا لكم ونصلحوا لكم البلاد وغنشوفوا في الضعيف. وسعادة دوز انتخابات ما كاين والو، ما كيبقاوش يسولوا في المواطن لا بالجوع ولا عريان ولا حافيان. والحالة ديال الطرقان، الحالة ديال الطرقان الحمد لله واحد شوية بقات ضوا البلاد. الطرقان شوية ناقصة القضية عندنا من السبيطارات، ناقصة شوية إذا قلت لك من الغلا وصافي. الغلا القضية الغلا هي اللي قهرت البشر. الدرويش مقهور من البلاصة. ونطلب الله تعالى يصوب معدو. وهالمسؤولين الله يهديهم، الله يقنعهم، الله يقنعهم. نطلبوا الله يقنعهم ويشوفوا في الشعب، يحنوا في الشعب. هادشي اللي كاين غزال، الله يعاونكم. الله يعاون الشباب. الله شكرا. الله يعاون الشباب. شكرا جزيلا الشوف. الله يعاونك. هذا واجب كنقولوا. كنشكروا شوف تي في، كنشكروا الاذاعه ديال شوف تي في ديما كضرب فينا الفقد. الله يدومها ساعه. شكراً شكراً. لازلنا مشاهدي متابعي قناة شوف تي في نواصل معكم هذه الجولة في السوق الأسبوعي لحد تروال. هذا السوق اللي هو في منطقة جبلية. على المرضي بخير هنيا. هنايا شوية عاود هذا السردين مشوي. أيه السلام عليكم. هادشي هادشي كاين الحرارة هنايا. كيداير الشواية اليوم؟ مزيانة القضية؟ القضية زينة. قرب عندي أقرب. القضية زينة ومبرعة والحمد لله. ياك. والرواجة وخديها الشواية دابا. والقضية ناشطة؟ القضية ناشطة. الحمد لله. دابا حنا نحاولوا نهضروا معك وما نوقفوش على الشغل ديالك. لا 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 ما كاينش. حديتهم مغزل كيف تنقول. لا ما كاينش وقف كاع. دابا أنت هذه هي الخدمة ديالك. هذه هي الخدمة ديال الشواية. 24 سنة ديال الشواية. 24 سنة 24 ديال الشواية. سير عند الناس بعدا. كما تتابعوا مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، هذا مول الشواية ديال السردين مشوي في الأسواق الأسبوعية. هاكا. الشواية عليه الشتوي. تبارك الله. الله يبارك فيك، عليه الشتوي. عليه الشتوي، أنت مباشرة على قناة شوف تي في. موجودة أخو موجودة. دابا تيشريو السردين وتجيبوا عندك تشويوها ياك معلم. وشكون الفصل اللي تكون فيه الشوايه عليها اقبال بزاف؟ فصل الصيف شهر 7 شهر 8 شهر 10 ياك. من شهر 6 شهر 11 شهر 11 سير عطي للناس بعدا باش ما نعطلوك شي. انتم تسمعوا متابعي مشاهدي قناه شوف تي في، يعني من فاين فاين هادشي. لازلنا متابعي مشاهدي قناه شوف تي في نواصل معكم هذا البث. قول لي من شهر 6 تكون الحركه مزيانه. الحركه زينه. اقبال على الشوايه. الله يسخر. الله يعاون اخي علي، الله ييسر الامور. شكرا للسي عزيز وشكرا لشوف تي في. تحيه شوف تي في. الله يحفظك. تحيه لشوف تي في. مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بكم في سوق تروال. تحياتي للمشاهدين الكرام الاخوان عزيز، وتحيه لشوف تي في قناه مميزه. كنشكر هذه القناه كتوصل للشعب وكتوصل الحقيقه للانسان
وكنشكر سي عزيز وخدام شويه واللي بغى الحوت في تروال مرحبا 260 وكنشكر سي عزيز تحياتي ورانا مشغول شويه المسامحه اخي عزيز وكنشكر المتابعين كنشكر شوف تي في تحيه شوف تي في تحياتي تبارك الله عليك.